حقي residual oil saturation. عندي طاقة الإنتاج الطبيعية قلنا للمكمن هي إما دفع الماء من الأسفل، تمدد الغاز الحر بالأعلى، تمدد الغاز الذائب الانضغاطية، هذه هي القوى الطبيعية للمكمن. بعد أن تخلص هاي القوى الطبيعية للمكمن تبدي عمليات أخرى، عمليات ثانوية يسمها عمليات حقن المي أو الغاز أو الووتر انكارجمنت. هذه عمليات حقن المي أو الغاز أو الووتر انكارجمنت. بعد أن تنتهي هذه العمليات الثانوية تبقى عندي نسبة من النفط ما تم إنتاجها بهذه العمليات وتكون أعلى من الـ critical oil saturation. هذه الجزء من النفط إيش أسميه؟ يسمى residual oil saturation SOR. residual oil saturation. الresidual عادة يكون هو جزء من الطور غير المبلل. الطور غير المبلل. الطور غير المبلل هو الطور القابل للحركة. هو الطور القابل للحركة. بيش يتم إزاحته؟ الطور القابل للحركة عادة أو المفضل أن يكون نفط. بيش يتم إزاحته؟ بالطور الغير قابل للحركة اللي هو الطور المبلل اللي هو يفضل يكون ماء. الماء بظروفه الطبيعية الموجودة ممكن غير قابل للحركة، الطور المبلل. لكن من أحقن مي، المي الجديد ايش راح يسوي؟ يزيح جزء من النفط ويرجع يتصل ويا الماء الموجود في الصخرة، يتصل وياه بحيث جزء من هذا الماء، يعني الصخرة تخلي ما يتحرك لأن هي مبللة بهذا الماء، فيساعد بإزاحة النفط وإنتاج كمية قليلة من عنده. Movable oil saturation، نعم movable هو هذا الجزء النفط اللي قابل للحركة. Movable oil saturation واحد ناقص SWC ناقص SOC. تذكروا المثال كتبنا واحد ناقصا SWC. الـ SWC هو الـ Connate Water Saturation، ما غير قابل للاستحصال، والـ SOC هو Critical Oil Saturation. بس هنا الـ Critical Gas Saturation، هنا الـ Critical Gas Saturation. بالمكامن النفطية عندي غاز ذائب بالنفط، يبدأ هذا الغاز بالتحرش وقت من يوصل ضغط المكمن أقل من ضغط الفقاعة. كل ما استمر الضغط بالهبوط أقل من ضغط الفقاعة حجم هذا الغاز يزيد إلى أن يوصل لمرحلة يعبر التشبع الحرج، فيبدأ هذا الغاز بالحركة، وهذا هو تشبع الغاز الحرج. Critical water saturation هو قلنا الكونيت ووتر او الريديوسبل ووتر، هذا هو اعلى تشبع للماء غير قابل للاستحصال. اعلى تشبع للماء غير قابل للاستحصال. Maximum water saturation at which water phase will remain immobile، غير قابل للحركة، غير قابل للاستحصال. Acid averaging saturation، طبعا قلنا التشبع هو خاص يعني موجود بالفراغات المسامات، قلنا المسامات تختلف عموديا بشكل كبير او افقيا، فاذا اختلفت المسامات هو اللي موجود بالمسامات، فاذا اختلفت هاي المسامات تشبع النفط شي يساوي مجموع، اذا اختلفت المسامات يعني اختلف التشبع صحيح. الاس او هو مجموع y h s o، يعني كأنما أنا أقسم المكمن إلى أجزاء اعتمادا على الاختلافات.
على مجموع باي اتش اس دبليو باي اتش اس دبليو على باي اتش اس جي. باي اتش اس جي على مجموع باي اتش من اي يساوي 1 الى ان، يعني ايش قد قسمت المكمن؟ المثال راح يوضح. اكزامبل، عندي هذا المكمن، هذا مقسم الى هذه الارتفاعات. كم سامبل عندي؟ 6. المكمن مقسم الى هذه الارتفاعات، هاي المساميه، هاي الاس او، هاي الاس دبليو سي. اريد افريج اس او وافريج اس دبليو. راح استخرج اني باي في الاتش، بعدين اضربه بالاس او، باي في الاتش في الاس او، باي في الاتش في الاس او. ظهر لي هذا الكولوم، جمعت، بعدين باي في الاتش في الاس دبليو، باي في الاتش في الاس دبليو، طلع لي هذا الكولوم، جمعت باي اتش، عندي هذا مجموع average oil saturation. راح يصير باي في الاتش في الاس او على باي في الاتش، هذا كولوم مجموعة على باي اتش. average water saturation هو باي في الاتش في الاس دبليو، هذا مجموعة على باي في الاتش، هذا مجموع هالكولوم، حتى اطلع افريج ووتر ساتوريشن، افريج اويل ساتوريشن، لان المكمن جاي يختلف بشكل عمودي. خلصت هاي المحاضره هنا، شكرا لكم طلاب، نبدي بعدين بالويتابلتي.